الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام العزيز الجبار المتكبر، الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. صدق الله العلي العظيم. يصادف يوم غد الثاني ذكرى ميلاد السبط الأكبر الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. أبارك لجميع المؤمنين والمؤمنات هذه المناسبة العظيمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبقيكم لأمثالها في كل عام في هذا الشهر الفضيل، هذه الذكرى العظيمة، الإمام السبط الأكبر ابن علي وفاطمة وأخ الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا بالبركات والخيرات. بهذه المناسبة أذكر حديث من أحاديث هذا الإمام العظيم، ربما يكون هذا الحديث من أغرب ما ورد في النصوص المقدسة، لا يجد الإنسان له نظيراً في أي روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. قبل أن أذكر هذا الحديث أؤكد أن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه أسس من جملة ما أسس في جملة رواياته المباركة لمفهوم ربما يعتبر هو الأهم في حياة الإنسان، مفهوم التوكل على الله تبارك وتعالى، الثقة بالله تبارك وتعالى، الاعتماد على الله تبارك وتعالى، بل الانقطاع عن كل شيء سوى الله تبارك وتعالى، اليأس من كل شيء غير الله تبارك وتعالى. ربما يمكن أن يجد الإنسان أن هذا الإمام العظيم في جملة رواياته له تركيز دقيق جدا على هذا المفهوم،
كل شيء سوى الله لا قيمة له. إذا واحد يمر على روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يشوف أكو تركيز عند الإمام المجتبى صلوات الله عليه على هذا المفهوم. وهذه الرواية التي سأنقلها على مسامعكم من هذا الباب، لكنها هذه الرواية وردت في جملة من مجاميع الروايات في جملة من كتب الأحاديث، لكنها رواية غريبة. قبل أن أذكرها يجب أن أقدم مقدمة. المقدمة لأن الرواية صعبة لكنها واردة، ليست من النوادر، إنما هي رواية مذكورة ومعتمدة من قبل جملة من الأعلام. المقدمة: هناك أكو مرض أخذ ينتشر في الآونة الأخيرة، مرض التوحد، يسموه الغربيين أوتيسم. العياذ بالله، ينكشف هذا المرض منذ السنين الأولى من الولادة. أطفال عادة يصابون نوع من قصور في وظائف العقل، مرض التوحد. الآن أكو مدارس خاصة لهؤلاء الأطفال. الإنسان يكبر ويصير على كل حال تاجر، يدير شركة، ولكن هذا المرض يعيقه من جملة من الأشياء. حالة سابقاً كانوا يتصورون أن هذا المرض هو تخلف عقلي، بعدين اكتشفوا أنه ليس تخلف عقلي، إنما هو قصور في العقل. في الآونة الأخيرة غيروا آراءهم، قالوا هذا قصور في وظائف العقل. هذا مهم، لاحظوا، قصور في وظائف العقل، في وظائف الدماغ. الإنسان المتوحد فتحالة موجودة، يقال أن كل 70 طفل يولد في العالم واحد منه يصاب بهذا المرض، مصاب، يولد مصاب بهذا المرض. إعاقة مو في العقل، إنما في تشخيص وظائف الدماغ، إعاقة. بعض الأشياء ما يتمكن يفهمها الإنسان المتوحد، بعض الحسابات ما يتمكن يدركها، نظام حديدي، أطر جدا حديدية ما يتمكن يتجاوزها. هذه حالة. إذا طفل، لاحظوا، أريد أوضح المثال، مثلا من باب المثال، تسأله هناك شجرة، على الشجرة أكو مثلا 50 عصفور. سؤال الطفل تسأله: إذا رميت واحد من هذه العصافير كم يبقى على الشجرة من العصفور؟ يقول لك 49 عصفور. 50 ناقص 1 حسب الحسابات بالضبط يساوي 49، ولكن هذه قضية حقيقية. العلماء يقولون هناك أكو قضية حقيقية، أكو قضية خارجية. القضية الخارجية تختلف عن القضايا الحقيقية. 50 ناقص 1 يساوي 49. هذا في كل المعادلات ما يعطي هيك جواب، في المعادلات الصرفة. إذا ما تلاحظ المكتنفات، نعم هذا الجواب يعطي 49. أما العصفور عنده حالة، العصفور حالة وحشية عنده. إذا كان مجموعة من العصافير كانوا ورومي بعضهم، لا شك أن الباقي لا يمكث، رأسا يطير يروح، فبالنتيجة لا يمكن أن يبقى
على الشجرة حتى عصفور واحد ما يبقى. إذا واحد منهم رمي بالرصاص بالذخيرة، هذا مستحيل أن يبقى حتى عصفور واحد. لكن الذي لا يمكن أن يدرك هذه المعادلة، مخه دماغه يشتغل شغل حسابي، هذا ما يقدر يأخذ هذه النتيجة، ما يتمكن. مهما الإنسان يكلف نفسه حتى يفهم هذه المعادلة ما يفهمها. الإنسان العاقل يخلط، لاحظوا، يخلط بين المعادلة الحسابية الحقيقية وبين المعادلة الخارجية. القضية الخارجية لها مدخلية في النتيجة. إذا كان هناك شيء جماد، إذا استثني من 50 واحدا لا شك أنه يبقى 49. أما في القضية الخارجية بعض الحالات لا تبقى هكذا. العصفور إذا رمي واحد منه مستحيل أن يبقى البقية. هاي قضية خارجية ما إلها أي دخل بالحسابات. علم الحساب، علم الكتاب ما يعطي هذه النتيجة. هذا انطباع. الإنسان يعرف من الأمر الخارجي وجود حالة غير طبيعية في العصافير، حالة نرفزة بأبسط صوت، بأبسط خطر، العصفور عنده هيك حالة يفر. فهذه الحالة الخارجية إذا ما أدركه الإنسان يقينا يأخذ في النتيجة نتيجة مختلفة تماما عن الواقع الخارجي. هذه عقل الإنسان. عقل الإنسان العياذ بالله تارة يصاب بشنو؟ بهذه الإعاقة، أنه ما يتمكن يدرك ما وراء الحسابات. كل شيء يعول عليه طبق الحسابات، فالنتيجة ليست دائما تطلع صحيحة عنده. هذا يسموه داء التوحد. الإنسان المتوحد عنده هيك حالة، تقول له ما يتمكن يفهم الشيء اللي وراء شنو حسابه كتابه. تقول له مثلا، يقولون في المثل العياذ بالله مرض هذا، تقول له أنه أنت مثلا وضعت دميتك مثلا في المجر، ثم ذهبت إلى المدرسة عندما كنت غائبا غير مطلع، مثلا أمك أخذت هذه الدمية ووضعتها مثلا في موضع آخر، عندما تعود مثلا وضعتها مثلا في الكبد، عندما تعود تبحث عن دميتك التي وضعتها في المجرات، وين تبحث عنها؟ يقول أنا أبحث عنها في الكبد. نقول له يابا، كل ما الإنسان يريد يحاول يفهمه أنه صحيح أنت وضعتها في المجرات، وعندما كنت غائبا غير مطلع حصل الانتقال حصل. يقول لا، ما دام هو موجود في الكبد وأمي وضعته في الكبد، أروح أول شيء أبحث عنه في الكبد. نقول له ما تدري أنت في حالة غياب انتقلت الدمية. يقول لا، ما يقدر يفهم هذه المعادلة، أن الإنسان إذا ما علم بشيء يقول ما دام هو موجود في الكبد أنا ليش أضيع نفسي، أضيع وقتي أروح أبحث عنه في المجرات. فما يتمكن، فتحال عنده من اللجاجة، لجوج. ليش لجوج؟ لأنه ما يقدر يفهم المعادلة الأخرى، يفهم المعادلة الحسابية بس مخه يشتغل طبق البروتوكول. هذه الحالة، هذا المرض على نوعين، يسموه حالة رثابة وحالة متفاقمة. بيني وبين الله، إحنا البشر بالنسبة إلى معادلات رب العالمين حالتنا نفس هذه الحالة بالضبط، ونوع متفاقم جدا حقيقة. ما نتمكن
نفهم أن وراء هذه الحياة، وراء هذا الحساب والكتاب اللي موجود، أكو شيء اسمه الله، اسمه رب العالمين، هو المهيمن على كل شيء. ما نتمكن، نعم نعتقد لله الحمد، ولكن لا ندخل هذا الاعتقاد في حساباتنا. هاي مشكلة. يعني الإنسان لما يريد يشتري بيت، كل حساب وكتابه يشوف بجيبه شقدك فلوس، اعتباره شقد، كم يتمكن يعول على ناس، كم عنده من الأقرباء من الثقات اللي يقدر يعول عليهم، كل الحسابات في هذا الجانب. أما وين الله؟ ماكو الله. العياذ بالله، إذا تمرض الإنسان رأسا يقعد يفكر وين يقدر يروح، يتمكن يحصل مثلا على إذن يروح إلى أمريكا، يروح إلى أوروبا، هل فلوسه مثلا تتحمل أن وين يعالج، عند أي طبيب يعالج؟ كل حساباتنا حسابات مادية. ننظر إلى قدراتنا، إلى مواهبنا، إلى قابلياتنا. عندنا مشكلة مثلا، مشكلة ويا أولادنا، عندنا مشكلة مع أهالينا، رأسا أقعد أعول على مواهبي، على ذكائي، كيف أروح مثلا أقص عليه، كيف أروح أقنع أرضيه. ما نخلي ذرة حساب للمنو؟ لله جبار السماوات والأرضين، المهيمن، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المهيمن، الله يتدخل في كل شيء. هذا المفهوم، هذا الحديث عن الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام. قبل أن أذكر هذا الحديث الغريب، قال عليه الصلاة والسلام، لاحظوا الحديث، هذا وارد عن الإمام الحسن، قال صلوات الله عليه: ليست العفة بدافعة رزقا. الإنسان اللي عفيف العفة ما تمنع الرزق أبدا، رزقا نكرة، نكرة تفيد العموم، يعني ذرة رزق إذا أنت ما طالبت، ما ركضت، واحد أكل فلوسك، أنت حاولت وياه بس بعفة، حاولت وياه، هذا ما راح يمنعك أنه تتصور إذا استعملت. لاحظوا الحديث: ولا الحرص بجالب فضلا. ذرة فضل بالحرص ما ينجلب. هذا كلام الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام. فإن الرزق مقسوم، واستعمال الحرص استعمال المآثم. الإنسان لا بحرصه يوصل إلى ذرة نعمة، ولا بعفته يفقد يخسر شيء. هذا يعني شنو؟ يعني أكو هناك قوة، إنسان عنده قدرة، عنده قدرة على استعمال مواهب حتى يستخلص حقه، ولكن هذه القوة في النتيجة ليست لها ذرة أثر. هذا موضوع جدا مهم، إحنا لازم هذا الشيء نفهمه. هذا الشيء اللي أكو في الأطباء يقولون، كلما يريد الإنسان أن يفهم الرجل المتوحد هذا المفهوم، معادلات، أنه يا أخي بعد ماكو على الشجرة عصفور، مستحيل يبقى، ما يقدر يفهم، يقول لا خير، أكو 49 عصفور، مو 1 و2 و10، أكو عصافير. لا يا أخي، بجنطتك ما بقى شيء، ما يقدر الإنسان، ما يتمكن يدرك أكو فد شيء، أكو فد خالق، هذا له تأثير في كل الأشياء، وكل شيء بيده. ما يقدر، حتى إذا يعتقد يقول يدعو يتوكل على الله تبارك وتعالى، لكن هذا التوكل ما يعطي أثر اطمئناني. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لاحظوا، خلي أبين مقدمة كلش بسيطة. الحديث ليس في السعي، السعي الإنسان لازم يسعى، لازم عنده جهد، لازم عنده محاولة. الإنسان يجب أن يكون محاولاتي دائما يحاول،
الشيء الذي يريده يسعى. حديثي ليس في السلوك والمحاولات، حديث عن القلب، قضية جوانحية وليست جوارحية، قضية ترتبط بالقلب. الإنسان يسعى ولكن يثق أن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى. هذا المقصود، هذا الغرض. صدق ما بيدنا شيء، إحنا ذرة ما بيدنا شيء. لعد شنو هذا السعي؟ هذا مجرد واجب، وظيفة. الإنسان في الدنيا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الإنسان لمن في الدنيا لازم يعيش حياة طبيعية مثل ما يعيش الآخرون. هذه قضية مقولة ما لها ربط بالمقولة الثانية، مسألة 50 عصفور ناقص 1 لها جانبان، جانب حساب كتاب، جانب خارجي، المعادلات الخارجية. في المعادلات الخارجية الله مهيمن على كل شيء، ما بيدنا شيء، حقيقة ما بيدنا شيء. أنا ما أملك سلامتي ولا أملك عافيتي ولا أملك سلامة أولادي ولا عافيتي، ما أتمكن أنا أضمن شيء في الحياة. الضمان مو بيدي، النتيجة مو بيدي، الفعل نعم بيدي. الإنسان له أن يفعل، يركض وراء الفلوس وراء العافية وراء الوجاهة، يحاول يحصل مقام، بس أخيرا هذا الركض ذرة في النتيجة ما له تأثير. هذا الخلاصة، هذا الشيء الذي إحنا ما نقدر نفهمه. إذا هم نفهمه نفهمه فهم سطحي، ما يترجم في قلبنا في سلوكنا حقيقة، ما يأثر علينا. هذا كلام الإمام المجتبى صلوات الله عليه، هذا الحديث اللي حقيقة 20 سنة يؤرقني، حقيقة حديث غريب، ولكن هذا كلام ذكره العلماء، ورد في جملة من كتب الأحاديث. عفوا أنا أعتذر عن بيان هذا الحديث، لكنه حديث، هذا من النصوص المقدسة الواردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. حقيقة معناه غريب، يمكن تفسير هذا الحديث بهذا المعنى. قال صلوات الله وسلامه عليه، هذا نص حديث الإمام المجتبى صلوات الله عليه، قال: ما أعرف أحدا إلا وهو أحمق بينه وبين ربه. لاحظوا، مو في الحياة، لا، مو في الحساب والكتاب، لا، أما لما عندما توصل القضية إلى الله ومعادلات رب العالمين، الإنسان يطلع أحمق. هذا كلام الإمام المجتبى صلوات الله عليه. شوفوا، أكو فرق بين المجنون والأحمق. حقيقة المجنون هواية أهون من الأحمق. عيسى عليه السلام في الحديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: أبرأت المرضى. لاحظوا في القرآن الكريم ليس على المريض حرج، المريض يعني مجنون، مجنون. الله في القرآن يقول ماكو على المجنون حرج، المريض مو معناته المريض، المريض المريض العقلي. عيسى عليه السلام يقول أنا، حديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، عالجت الموتى بإذن الله أحييتهم. الميت جدا صعب واحد يحيي، عيسى يقول أنا حييت بإذن الله. عالجت الأبرأ والأبرص والأكمة، فشفيتهم بإذن الله تبارك وتعالى. الحديث يقول عالجت المرضى، مرضى ليس على المريض حرج، المينون. أكو في التاريخ موجود أن كان يمسح رأسه على واحد مينون كان يفيق، يصير مجنون، يصير عاقل، وهو بعظمة لسانه يقول وعجزت عن معالجة الأحمق. شنو الفرق بين الأحمق والمينون؟ لاحظوا، المجنون ما عنده قدرة، ما عنده قدرة على الحساب والكتاب، بس إذا تقول له تقدر بالتقريع تفهمه. الأحمق إذا 1,000,000 سنة تحاول تفهمه ما يفتهم. هذا فرق بين المجنون والأحمق. المجنون إذا معادلة عقلائية
تريد تفهمه يمكن الإنسان ببذل جهد يفهم مجنون. فد معادلة العقلائية، بابا هذا هنا مرتفع لا تجي قدام تطيح تتكسر، يقول ها، يقول إيه يفهم. إذا مرة ما فهم مرتين ما فهم، أخيرا يقدر الإنسان العاقل يلقن المجنون فد معادلة عقلائية. معادلة عقلائية ممكن، بس الإنسان الأحمق عجزته عن معالجة الأحمق. يعني شنو؟ فتشي أكو إذا فد، لاحظوا العاقل، العاقل شنو؟ العاقل هو الشخص الذي إذا كان شيء واضح بين جلي الإنسان العاقل يكشفه بدون إشارة. العاقل ما يحتاج تأشر له، إذا شيء واضح هو يكشفه. أجا كميل بن زياد، كميل صاحب أمير المؤمنين، أجا يم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. رواية كلش لطيفة حقيقة، جدا لطيفة في هذا الباب أيضا. قال له يا أمير المؤمنين ما الحقيقة؟ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما كان يريد يجاوبه. قال له ما لك والحقيقة؟ أنت إيش دخلك بهالشغلات؟ هذا الرواية معروفة جدا معروفة. ما لك والحقيقة؟ ما لك؟ شبيك أنت؟ إيش جابك بهالشغلات؟ قال كميل أولست بصاحب سرك؟ أنا صاحب سرك، إذا سألت شغلة كلش دقيقة أنا صاحب سرك، مو أنا صاحب سرك؟ قال عليه السلام بلى، ولكن أخشى أن يطفح عليك ما يترشح مني. أخاف إذا فت ترشح، تدرون الترشح جزيئات بسيطة من الماء، ترشح يسموه، إذا فت ذرة من علمي أنا أرشح عليك أنت يطفح عليك الكيل، ما تتحمل طفح الكيل، ما تقدر أنت إناءك كلش صغير. أنا أخاف فد رشحة بسيطة من علمي أعطيك أنت ما تتحمل. فالإمام فهم أنه مو يمها أنت روح، فهو تكلم صلوات الله على كميل، رجل تكلم منبع العلم وإنسان يفوته أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، منبع كنوز علم الله تبارك وتعالى، تكلم ما فاد ما عاف. قال يا كميل أو مثلك يخيب سائلا؟ أنا سائل، أنا مقدي ما دي إيدي إليك، أنت كريم كرمك كرم رب العالمين، شعبة من كرم رب العالمين، أنت الكريم، أنا سائل، تردني تخيبني أو مثلك؟ أحرج أمير المؤمنين، أمير المؤمنين حرج وياه، شوف قال عبارة أحرج أمير المؤمنين. فأمير المؤمنين اضطر، قال له أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ذبل عبارة جدا غامضة ما فهمها، قال له الحقيقة كشف سبحات الجلال من دون إشارة. ما فهم، كشف الحقيقة كشف سبحات الجلال من دون إشارة، ما فهمها، عبارة غامضة جدا، قلمبه سلمبه، كشف هي واضحة، كشفه يا عربية بعد. قال زدني بيانا يا أمير المؤمنين، فهمني فد بيان واضح، هاي شنو معناته الحق؟ شوفوا الحقيقة، شوف يعني إذا كان فد شيء سابح، إحنا والسابحات سبحة، الشيء الذي يطفح على الماء غير الشيء الذي يغوص، إذا كان شيئا في جوف الماء يسمى غاصة، أما إذا الشيء كان سابح لابد وأن يكون طافح، السباحة ما تصير في جوف الماء، إذا كان شيء طافح ويسبح يعني يمشي يتحرك، وإذا كان هذا الشيء جلي واضح فيه لمعان، هذا أنت شوفه لا تحتاج واحد يأشر لك. يعني لاحظوا إذا توفرت ثلاثة صفات، ثلاث صفات في شيء العاقل ما يحتاج واحد يأشر له، هو لازم يشوفه يدركه. إذا كان الشيء طافح يعني ظاهر جاي فوق مو مختبي تحت أشياء أنقاض، طافح وبعدين فيه حركة، الشيء اللي يتحرك بسهولة كشفه، وبعدين هو فيه جلاء
سبحات الجلال. هاي يعني ثلاثة سبحات فيه عنوانان، سابح الشيء اللي طافح ويتحرك، لأنه إذا ما يتحرك ما يقولون يسبح. كشف سبحات الجلال من دون إشارة، لا تنتظر واحد يأشر لك، أنت شوفه، ما عندك عين؟ عميت عين لا تراك. ليش قايلين بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى؟ حقيقة كل شيء فيه مظهر لله تبارك وتعالى. شلون الإنسان ما يشوف الله؟ هذا شلون عمى؟ شلون لجاجة أكو في الإنسان أن كل الأمور يدرك فيها الله تبارك وتعالى؟ أخيرا يعزل الله بكل وجوده عن المعادلات. إحنا ماكو الله في معادلاتنا، وين الله؟ بالله عليكم الله وينه؟ وين لما نقعد على السفرة؟ وين الله لما نتمرض؟ وين الله؟ وين الإنسان يعول على الله؟ تدري وين يعول على الله؟ لما كل السبل تنقطع عليه، ذاك الوقت يفتهم الله منه. ذاك الوقت لما حسابات أنطته صفر، لما بعد ما عنده أي أمل بجيبه، ولا بالطبيب ولا بأمريكا ولا بالصديق، ذاك الوقت يقول إلهي عبدك. هذا الوقت شي يفيد؟ حياتنا كلها معادلات، كلها حساب وكتاب، كلها إلغاء لله تبارك وتعالى. ما فهمها كميل، قال لي زدني بيانا يا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أمير المؤمنين قال لي عبارة غامضة أكثر. أنا حقيقة هاي الأولى يبدو لي أفهمها شيئا ما، ما أدري، إجمالا حسب عقلي القاصر ها أقدر أترجمها، الباجي بعد ما أقدر حقيقة، ما أفهمها، أنا ما أفهمها. قال له زدني بيان. أمير المؤمنين زاده غموضا، مو زاده بيانا. قال: نفي الموهوم مع صحة المعلوم. حقيقة غامضة أكثر، نفي الموهوم مع صحة المعلوم، يا مع صحو المعلوم. يعني يمكن الإنسان لا يخلي كل أوهام بباله، هاي الأوهام خليها على كتر، تعال حصل يقين، الشيء اللي تعتقد به حصل يقين فيه، امشي، لا ترجرج، لا تضطرب، لا تتردد، لا للتردد. وإذا عزمته فتوكل على الله، الشيء اللي تشوفه صحيح امشي. نفي الموهوم مع صحة المعلوم. قال: زدني بيانا يا أمير المؤمنين. قال عليه السلام: هتك الستر لغلبة السر. حقيقة أغمض من الثاني. قال: زدني بيانا يا أمير المؤمنين. قال: جذب شوف حقيقة كلمة لازم عباقرة التاريخ يقعدون هنا، على كل حال يظهرون العجز أمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. قال عليه السلام: جذب الأحدية لصفة التوحيد. التوحيد هو هذا، توحيد سبحان الله عما يشركون. إحنا كلنا مشركين حقيقة، لما عندنا حاجة الطبيب هو شريك الله، والصديق شريك الله، والجار شريك الله. إذا كان هناك شرك حقيقة كثير من الناس أصلا مو مشرك، رأسا إلغاء لله تبارك وتعالى. إحنا في أفضل الفروض نكون مشركين حقيقة. الإنسان اللي يعول على الله وعلى شنو؟ على التوافه اللي في الحياة. المرأة فد مرأة كانت معدية على كل حال، كانت تملك على كل حال بقرة، كانت تعيش عيالها على هذه البقرة، فماتت البقرة فكانت تجزع تبكي تصرخ. اجى قال لها واحد: شفيك؟ قالت: على كل ثروتنا راحت، كل أملنا راح. قال لها: يابا شنو كل أملنا راح؟ الله، أنت عندك الله. قالت له: عفوا حقيقة هذا حالنا، معذرة حقيقة، عذرا لله. مع قصة معروفة. قالت له: روح، شنو الله موجود؟ أنا وزوجي والله وهاي البقرة بالكاد إحنا نمشي رزق عيالنا، وأنا والله والبقرة من نمشي إحنا، والله هذا حالنا.
احنا نقول هذا فلوسي ومواهبي، والله لما نتدخل بالكاد انا احقق مقاصدي اهدافي. هذا في احسن الفروض احنا مشركين. هذا الشرك. الشرك مو معناته هذا الشيء اللي يطرحه شرك، كل شيء شرك، لا، هذا شرك حقيقة، شرك. الله يغفر لنا هذا الشرك. احنا نعول في جنب الله، نخلي كل المعادلات المادية مع انها لا قيمة لها، ما لها اثار. وما تشاءون الا ان يشاء الله، مو بيدنا شيء. قال جذب الأحدية امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لصفة التوحيد، ما فهم. قال زدني بيانا يا امير المؤمنين. امير المؤمنين هف راجدي، قال نور، والله هذا راجدي لكلنا، نور يلمع من صبح الأزل فيظهر على هياكل التوحيد آثاره. نور، هاي في الروايات، يلمع في صبح الأزل، يعني شنو هاي؟ كل كلمة مالها ما أفهم أنا، حقي بيني وبين الله ما أفهم. نور يلمع من صبح الأزل فيظهر على هياكل التوحيد آثاره. هياكل التوحيد آثاره بشنو؟ ما أدري، بيني وبين الله ما أدري. قال له زدني بيانا يا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين قال بابا قوم روح بعد خلاص. قال عليه السلام أطفئ المصباح فقد أضاء الصباح. أنطاك كناية، قوم بابا قوم امشي، صار صبح قوم، لما تبي تقعد. أعطاه الشيء فمشى. هذا التوحيد، التوحيد الحقيقي هو هذا، أن الإنسان سأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هاي الرواية لاحظوا رواية جدا جميلة حقيقة، يقول عن الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، حقيقة رواية دقيقة كلش دقيقة، يقول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث عن النبي، سأل النبي صلى الله عليه وآله جبرائيل وما التوكل على الله. خلاصة الحديث، هذا الحديث، وما التوكل على الله؟ احنا نقول عندنا توكل، والله كذب توكل، لقلقة لسان، والله ماكو توكل، والله العظيم ماكو توكل، كذب، نكذب على أنفسنا. سأل النبي، النبي يسأل جبرائيل يوم عرج إلى السماء صلوات الله عليه وآله، وما التوكل على الله؟ فأجاب جبرائيل، هو النبي أعرف من جبرائيل بهذه الأمور، فأجاب جبرائيل العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع أبدا، كالحجر في جنب الإنسان، لا يضر ولا ينفع، ولا يعطي ولا يمنع، أصلا لا يقدر ينطي شيء، مو ينطي فلوس، لا، أصلا ما يقدر ينطيك أي شيء، لا ينطيك عافية، لا ينطيك كرامة، أبدا، المخلوق ما بيده شيء. هذا التوكل على الله، ماكو توكل، كله لقلقة لسان. في القرآن الكريم هذه حقيقة عبرة. يوسف عليه الصلاة والسلام كان سجين مع نفرين، قال للواحد منهم أنت تروح تصير نديم الملك، والآخر أنت تعدم. فأجوا السجانين، أجوا يأخذوهم ذول الثنيان. لاحظوا لما أجوا يأخذوهم صار موقف حرج، اللاصت عليه مسكين يوسف. الله في القرآن يقول شاف الآن هذول الثنيان يرحون ويبقى وحده في السجن، فيصير شنو؟ نسيا منسيا، بعد منو يسأل عنه؟ خلاص راح. بعض أوقات حقيقة مواقف حرجة تصير للإنسان، إنسان فجأة يشوف ضاع، شلون إنسان يضيع؟ لعد وين الله؟ لعد وين الله؟ إذا الله أكو شلون أنا أضيع؟ كيف إنسان يضيع؟ والله موجود، والله فاعل ما يشاء، الله المتدخل في كل شيء، الله المهيمن على كل شيء، الله الرؤوف الرحيم، شلون الإنسان يضيع؟ خاف، اللاصت عليه، ضيع نفسه. الله في القرآن يقول فأنساه الشيطان ذكر ربي، قال اذكرني عند ربك. قال لهذا الذي كان يريد يصير نديم الملك، قال له جيب اسمي اذكرني عند ربك. في الحديث أكو بمجرد أن هذه الكلمة تفوه بها يوسف، نزل جبرائيل قال له يوسف إن الله يقرئك السلام، السلام يقرئك السلام، ويقول لك يا يوسف
من أخرجك من الجوب؟ شوفوا الله ما يسأل، الله عالم بكل شيء. إذا الله سأل يعني تقريع، يعني استنكار، يعني فركة إذن. الأنبياء يعرفون رب العالمين، يعرفون الله، يعرفون طريقة رب العالمين، وبعدين يخافون من الله. إحنا حقيقة حالنا كلش زين، أصلا ما نخاف من الله. إذا الله هم يقرعنا مهما تقريع ما نخاف من الله. نبي يخاف، جبرائيل نازل يقول له الله يسألك منو طلعك من البير، من البئر. خاف، خاف يوسف، خاف، رمى ما جاوب، ذلل نفسه، رمى بنفسه إلى الأرض، وضع خده على التراب ونادى إلهي أنت، أنت أنا ما أنكر. جبرائيل قال له الله يسألك من حببك إلى أبيك وأمك دون إخوتك، 11 إخوة أنت عندك، أنت العزيز اللي يحبوك أمك أبوك، يقدروك، يعزوك، يدللوك، من سواك حبيب؟ مرة ثانية في الرواية رمى بنفسه إلى الأرض، وضع خده على التراب، قال إلهي أنت. جبريل قال له يا يوسف الله يسألك سؤال ثالث، من أنطق ذاك الطفل، ذاك الرضيع في المهد، ونزه ساحتك أنت كنت متهم شر تهمة، متهم واحد بالاعتداء على ناموس الملك، هذا شنو؟ تدري هذه التهمة شنو؟ البعير ينشرخ فيها، من يقدر يطلع من هذا؟ حقيقة من يقدر يطلع؟ شر تهمة هذه، هذا مهما كان الإنسان يتدمر. منو؟ منو خلى هذا الطفل يحكي يبرئ ساحتك ينقذك من تلك الورطة العظيمة؟ منو أنطق الطفل؟ رمى بنفسه ثالثة على الأرض، وضع خده على التراب، قال إلهي أنت. جبريل قال له ليش تقول اذكرني عند ربك؟ ليش رحت على غيري؟ ليش انلاصت عليك؟ ليش ضيعت نفسك؟ ليش انخبصت؟ شبيك؟ ليش تروح على غيري؟ أنا كل شيء طيتك. هسه إحنا حقيقة كل نعمة بوجودنا من الله رب العالمين، كل شيء الله منطينا، كرامة اجتماعية منو منطينا؟ هذا الجسم السالم نمشي على رجولنا، هلقد ناس العياذ بالله على فراش الموت، هلقد ناس تحت الأرض، الحمد لله إحنا على فوق الأرض نمشي. كل هاي النعم هسه فت شغلة تصير، الله يريد يمتحننا، الله يريد بالنتيجة إرادة رب العالمين، يريد يقتطع من الإنسان فت شيء. ليش الإنسان يضيع؟ حقيقة وما أبرئ نفسي أنا بهالشكل، بس لازم الإنسان يعدل نفسه. لمتى؟ ليش الإنسان يضطرب؟ ليش الإنسان يخاف؟ ليش الإنسان يحاتي؟ ليش الإنسان يقلق؟ ليش؟ ليش؟ وين الله؟ وين الله؟ الإنسان في أحلك الحالات لازم يعتقد بالله تبارك وتعالى، الله موجود. مليون مرة الله أنقذنا، هل مرة ينقذنا؟ الله تبارك وتعالى مليون مرة تفضل علينا، هل مرة يتفضل علينا؟ إذا ما أراد أن يتفضل علينا مرحبا بإرادة رب العالمين، إلهي رضا برضاك، إلهي رضا برضاك. مو في دعاء أبي حمزة الثمالي، ورضني من العيش بما قسمت لي. حقيقة هذه مسألة جدا مهمة، الإنسان في القضاء ما نقدر ندرك أخيرا نقول الله موجود، بس القلب يخفق، الروح تضطرب. ليش؟ هذا الاضطراب عبارة أخرى عن شنو؟ عن إنكار الله. هاي عبارة أخرى إحنا ما نقولها بلساننا، بس لما تضطرب يعني ما عندك عقيدة بالله. أنا أتحدث عن نفسي، الإنسان في أحلك الحالات لازم يقول الله. والله العظيم رأيت موقفا نحو 20 سنة قبل، حقيقة ما أنسى هذا الموقف. إنسان في الحالات الخطيرة إذا قال الله هذا شيء غريب حقيقة. مو الإنسان يدرس، لازم يشوف حقيقة، يشوف. العم رضوان الله تعالى عليه، العم السيد محمد
رضوان الله تعالى عليه كانت قضية حدثت، كان في أزمة شديدة، قضية جدا خطيرة حقيقة. أنا شفت بأم عيني، شفت هاي الحالة، وإذا ما كنت أشوف ما كنت أفتهم يعني شنو الله موجود، يعني شنو الله موجود. رحت له في جوف الليل، كان قبيل تقريبا ساعتين قبل الأذان، قبيل أذان الصبح، في جوف الليل، قضية جدا خطيرة، قضية في غاية الحساسية. ابنه المكرم، هذا الجبل الطود الجالس في هذا المسجد، آية الله السيد مرتضى الشيرازي، كان حكم عليه بالإعدام في قضية في دفاعه عن جده سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. اعتقلوا أذوه مع مجموعة من خيرة الأصدقاء. فسنة ونص تقريبا هذا العلم الجليل حقيقة، الله ينفع به البلاد والعباد، نفع به البلاد والعباد، كان مسجون فترة سنة وستة أشهر في الأشهر الأوائل تقريبا. وصلوا خبر للسيد العام رحمة الله عليه أنه هذا حكم عليه بالإعدام، وخلص حكم قضائي ما حد ما يقدر يغيره. العام رحمة الله عليه كلفني أن أبعث بعض الناس أتأكد من الخبر هل هو صحيح يا لا. هو أبو وكان في غاية العاطفة، سيد محمد اللي عرفوه رضوان الله عليه، المرجع الكبير، هذا القديس، كان عاطفي جدا. وقضية ابن، تدري الابن بعد ماكو حساب وكتاب وياه، ومو ابن عام عادي، كان الذراع الأيمن له للعم رحمة الله عليه. حقيقة كان كل صايته وصرمايته، حقيقة صايته وصرمايته. أنا هذا الشيء شاهدته، رحت بعثنا أفراد، راحوا على كل حال، وصلوا إلى مجالات بالليل، كان عادوا العم رحمة الله عليه كان نايم في أوائل الليل، كان ينام بعدين في جوف الليل يقوم يصلي. إجوا قالوا لي كلهم نفرين، كانوا واحد ثالثهم كان هو من نفسه، إجا أكدوا علي أنه لا، القضية محتومة، حكم إعدام صادر وخلاص، هذا يعدم بعد خلال أيام ينفذ. أنا حقيقة حرت، ما قدرت أنام، فكرت شلون أفهم هذا الشايب، رجل شايب، شلون أقول له أن ابنك محكوم علي بالإعدام؟ صعب، كلش صعب. حكيت حائر حقيقة، أصبت بإرهاق شديد حقيقة، حالة من الانهيار أتذكر. أنا شنو أسوي؟ وماكو واحد هم أستعين بي، كنت في بيته، فكنت أحاول أفكر أنه شلون أقول له. فجأة قبيل الصلاة ناداني، إجا كان يتابع، رجل سيد محمد رحمة الله عليه، رجل محاولاتي، كان شوفوا فد مسألة محاولات، فد مسألة ثقة بالله. قال لي شنو صار؟ هذول فلان وفلان شنو جاوبوا خبر؟ أنا قمت أتملص من الخبر، قلت له راحوا، ما أنطيتك، شد أحاول أنه هو رجل شايب، شد أخشى عليه حقيقة، شد والله العظيم أفكر أنه يموت يسمع الخبر، تصيبه جلطة، شايب هذا ابنه. على كل حاولت أتملص من الخبر، أتهرب، قمت أحكي حكي هتشي من هذا الجانب، أنه راح والسيارة الكذائية خربت وهالشكل. هو كان يمشي، أنا كنت أمشي وياه في الحوش، فجأة وقف، فاجأني، قال لي شنو الحاصل، شنو هالشكل. أنا ما كنت متهيئ حقيقة، اضطربت، ما قدرت أدبر الشغلة. قلت له سيدنا هذول يقولون إيه نعم، حكم إعدام نافذ وخلال أيام ينفذ. لحظة واحدة أنا شفت فيه اضطرب رحمة الله عليه، اخترب أصلا، لحظة واحدة سكت، هيك ما قال، شفت في داخله اتدمر دمار، شفت حقيقة. لحظة ما طولت، بعدين هالشكل أشار بأصبعه إلى السماء، قال لي هالشكل بقوة مثل الأسد اللي يهجم على الإنسان، هالشكل واجهني، قال لي الله هالشكل. بعدين ذب راسه، استمر بالمشي، لا كأنه أنا أعطيته هيك خبر، بدأ وياي قال لي هاي المحاولة حاولوا، هاي القضية سووها، فلان شي سووا،
لا كأنه هاي القضية أن هذا الخبر قلت له حقيقة، مثل فد واحد ما يدري أصلا، بكل بساطة بكل برود أعصاب بدأ شنو يفهمني أن فلان قضية سووها، فلان قضية سووها. أنا قلت لسيدنا القضية محسومة. مرة ثانية وقف قال لي أكو الله. والله العظيم الإنسان في هيك مواقف كل شيء يتذكر إلا رب العالمين، مين يتذكره؟ مين يتذكره؟ أكو فلان هذا مؤثر، هذا كذا، في هيك قضية ممكن الإنسان يتحرك من برا يتحرك من الداخل، بس أنه رأسا يقول أكو الله. في نفس الوقت اللي أنه يحاول الإنسان مو يقعد الله تبارك وتعالى يسويها، لازم يتحرك، بس أول شيء يخطر للبال أنه أكو الله. والله أعطاني اطمئنان، والله العظيم في حياتي أنا ما شفت هيك موضوع. من تلك الحالة الانهيارية اللي أصبت حصلت على اطمئنان عجيب، لقني أكو شيء اسمه رب العالمين، هذا الشيء كله بيده، كل شيء بيد الله. لما الإنسان تنقطع به السبل لطيف أن يقول أكو الله، وبعدين يطمئن، مو يقولها لسان، يطمئن، ما ينخبص ما ينخبص ما ينهار. أنا شهد الله كنت أتوقع أنه هاي رباطة القدم ماله تنفلت يطيح على الأرض أصلا، أبدا كجبل الشامخ كان. والله تبارك وتعالى ما خيب ظنه، ما خيب ظنه، هذا ولده موجود حقيقة، منبع للفائدة في العالم مو في بلد وبلدي، يعني فقيه في الحوزات العلمية في كل المجالات. هذا هذا الامتداد، هذا هذا الثقة بالله تبارك وتعالى. الإنسان هالشكل يثق بالله. دعاء أبي حمزة الثمالي، أنهي حديثي بهذا الدعاء، كلمات حقيقة هذا الدعاء اللي أكو تأكيد شديد في تلاوته في أسحار شهر رمضان، دعاء رهيب. العلماء يقولون هذا الدعاء لقوة مضمونه هو يكشف عن صدوره عن المعصوم. الفقهاء يقولون، يقولون ما يحتاج هذا الدعاء إلى سند أبدا. يذكرون بعض الأشياء اللي لا تحتاج إلى سند، منو مثل شنو؟ مثل نهج البلاغة، يجيبون اسم الصحيفة السجادية دعاء أبي حمزة الثمالي لقوة المضمون. أتلو بعض الدعاء، شلون هذه التربية الإنسان يتعلم في شهر رمضان أن حقيقة ينقطع إلى الله تبارك وتعالى، كل شيء بيد الله ينقطع. هذا من جملة كلمات هذا الدعاء، أتبرك بهذه الكلمات. سيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأملي تأميلي، وقد ساقني إليك أملي وعليك عكفت همتي، وفيما عندك انبسطت رغبتي، رغبتي الشيء اللي عندك، ولك خالص رجائي وخوفي، وبك أنست محبتي، وإليك ألقيت بيدي، وبحبل طاعتك مددت رهبتي، يا مولاي بذكرك عاش قلبي، وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني. فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتهى سؤلي، منتهى سؤلي، فرق بيني وبين ذنبي المانع، المانع لي من لزوم طاعتك. الإنسان ذنبه ما يخلي يطيع الله، فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك. قبل ما أنا أذنب الرجاء فيك كان موجود،
وعظيم الطمع منك الذي أوجبته على نفسك. هذا الطمع أنت أوجبته على نفسك أن يطمع فيك من الرأفة، هذا الواجب الله أوجب على نفسه من بيانية، من الرأفة والرحمة. فالأمر لك وحدك لا شريك لك، والخلق كلهم عيالك. الأبو عياله بعد مهما كانوا، الأبو لازم يداري عياله بعد. العيال مهما كانوا مذنبين عاصين ما يسمعون كلام، بعد عيال الإنسان، إنسان شو يسوي فيه؟ شوف شلون تعبير الهي، والخلق كله عيالك وفي قبضتك، وكل شيء خاضع لك، وكل شيء خاضع لك، تباركت يا ربي. إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي، وكل عن جوابك لساني. إنسان شي يقول لسانه يكل، الله يقول له ليش إيش سويت؟ ذاك الوقت الإنسان لما يسكت، إلهي ذاك الوقت أنت ارحمني. وطاش عن سؤالك إياي لبي، اللب يطيش يعني الإنسان يحير يسأل الله ليش إيش سويت ليش. إذا ذاك الوقت حان لبي حار، احترت أنا شنو أقول، إلا هذاك الوقت ارحمني. فيا عظيم رجائي حقيقة، هذا مفهوم. بعدين يقول الإمام صلوات الله عليه، إلهي وسيدي وعزتك، شوف وعزتك وجلالك، لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك. لتجيب اسم ذنوبي إلهي، إذا جبت اسم ذنوبي أقول إلهي لعد شلون أنت عفوك، وين عفوك لعد؟ إذا جبت اسم ذنوبي إلهي أجيب اسم عفوك، لأطالبنك، لتطالبني إلهي وعزتك وجلالك، لأن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، لعد وين عفوك؟ ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك. لا تقول لي أنت كنت لئيم، إذا قلت لي لئيم أنا أقول لعد وين كرمك؟ إلهي أنت كريم، ليش تقول لي لئيم؟ صحيح أنا لئيم بس أنت كريم. ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. صيح، شايفين الأبو إذا يضرب ابنه ولده، الابن حب الأب محكوك في قلب الابن، الابن مهما يرى الأذية المكروه من الأبو ما يقدر، وين يروح؟ يروح يا عمه؟ ما يروح، وين يروح؟ هذا أبو، الإنسان ما يقدر يطلع حب أبوه من قلبه، مهما يشوف الولد من أبوه من مكروه من أذية أخيرا شنو يلزق به الإنسان، شنو ما يقدر يطلع الحب من القلب. ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. هذه كلمات الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، هذا الدعاء دعاء أبي حمزة مليء بهذه الكلمات. الإنسان في هذا الشهر الفضيل الإنسان يقرأ هذه الكلمات حقيقة ولو شيء يعالج هذا المرض الموجود فيه، حقيقة مرض مستشري، حقيقة مرض متفاقم، مرض أن الإنسان يلغي رب العالمين من كل جزئيات حياته. نحاول في هذا الشهر الفضيل أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى ولو بخطوة واحدة، نثق بالله تبارك وتعالى، نتوكل على الله توكل حقيقي، توكل عميق، توكل صادق. نسأل الله تبارك وتعالى بحق أوليائه الطاهرين أن يمسك بقلوبنا، يجعلها كاملة التعويل عليه، يجعل قلوبنا
مؤمنة متوكلة معولة عليه في كل أبعاد الحياة بحق أوليائه الطاهرين، أن لا يحرمنا من هذا الشعور الكبير في قلوبنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر.